السلام عليكم، محمد ربيب رئيس جمعية بانك بانك فاميلي للفنون الحية وللمسرح. بديت في هذا الميدان في الشارع بطبيعة الحال بحالي بحال أي دانسور بدا أولد سكول. لقينا إكراهات عديدة، منها الناس ليسباس فاش كنترينيو اللي ماشي بيبليك ماشي ديالنا، كيجرو علينا الناس. كنترينيو وحدة لي بونك كيحيدونا. ومحمد هو من عند كان كيمارس رياضه فنون الدفاع عن النفس، من بعد انه بدا عنده واحد الميول مختلف على 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 الممارسين اللي كاينين عندنا في لاصال، وفتحنا له ذاك المجال باش يمشي لذاك الدومين اللي هو باغي، اللي هو الفن التعبيري المعاصر، الرقص الى اخره. المعاناه اللي لقى انه هو كاين في منطقه حي شعبي، انه الناس ما كيفهموش شنو هو الرقص، كيعتبروا الرقص بحال شي حاجه ماشي ما مقبولاش، ولكن هو انه خرج الرساله للوجود بالمشاركه ديالو مع فنانين كبار في مهرجانات كبيره، مهرجانات دوليه في دول على برا وفي داخل ارض الوطن، وشارك في عده برامج في التلفازيه وحقق العديد من النتائج. لقيت مجموعة من الإكراهات، لا أنا لا باقي أعضاء الفريق، اللي منهم أو أنه كاينة واحد النظرة اللي سلبية على المجال ديال لا دونس، وحتى من ناحية لي ديبلاسمون ديالنا ولا المشاركات ديالنا ولا بزاف ديال الأمور. ولكن اتحدنا وثقنا في بعضياتنا، وملي شاركنا في ارابس غوت تالنت كانت هذيك هي الانطلاقه الحقيقيه، وتا الناس ديال المدينه بداو كيثيقوا كيبحثوا اكثر في اشنا هو الرقص الحضاري.